عاجل، الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من اليوم الجمعة. وبيان عاجل من الرئاسة المصرية عن الحق المصري في نهر النيل وما ستقوم به مصر للحفاظ على نهر النيل. وعاجل تفاصيل قيام منع دخول الطيور الحية من كافة منافذ مصر. وبالتفاصيل، ليفربول يتغزل في صلاح بعبارة باللغة العربية بعد تألقه في مباراة انتر ميلان. وداعية إسلامي لمبروك عطية، كلامك أخطر من المهرجانات. وفي مفاجأة كبرى، لأول مرة تدريس اللغة الروسية في المدارس المصرية رسميا، بننشر التفاصيل. في البداية احنا عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها. ونبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل، الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من اليوم الجمعة. حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في مصر المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارا من مساء اليوم الجمعة أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو، ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. أضافت غانم خلال اتصال هاتفي في برنامج السفيرة عزيزة على فضائية DMC أن هذه الموجة تبدأ اليوم الجمعة وتنتهي الأحد القادم، ويصاحبها تساقط أمطار تصل لحد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر. وتابعت أن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور وتكون خفيفة على القاهرة. شددت أن فصل الشتاء لم ينتهي بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة. أشارت أنه في خلال هذا الأسبوع تشهد مصر استقرارا في الأحوال الجوية، ولكن عندنا من مساء اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يكون هناك أمطار تصل إلى حد السيول، فنخلي بالنا من نفسنا ونلبس كويس ونخلي بالنا من حالة الطقس. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من الرئاسة المصرية عن الحق المصري في نهر النيل وما ستقوم به مصر للحفاظ على نهر النيل. قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن مصر لديها فقر مائي شديد جدا وفقا للمعايير الدولية، وليس لديها أي مشكلات مع التنمية للأشقاء في دول المنبع وإثيوبيا. المتحدث باسم الرئاسة المصرية شدد في تصريحات لصحيفة صدى البلد المصرية على أن هناك حق أصيل قامت عليه حضارة وادي النيل منذ 7000 عام. وصرح بأن القمة الإفريقية الأوروبية في بلجيكا تعد السادسة بعد انعقاد الأولى في القاهرة منذ 22 سنة. وأضاف أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي بتشمل شراكة وتعاون متبادل. أكد أن سد النهضة قاسم مشترك في كافة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وضح أن مصر تطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود، ولا بد أن يكون هناك اتفاقا ملزم واضح بكافة البنود والحالات، يشمل مراحل الملء والتشغيل بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب. المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال تطور جدول أعمال القمة الإفريقية والأوروبية منذ الدورة الأولى وحتى الآن. وضح أن محاور القمة الحالية تشمل تغير المناخ وريادة الأعمال والهيدروجين الأخضر ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة الحرة والطاقة. أوضح أن نشاط الرئيس السيسي بدأ صباح الثلاثاء بعقد 3 لقاءات
تناول أحدها ملف الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن لقاء مع ملك بلجيكا ولقاءً مع رؤساء الشركات البلجيكية العاملة في مصر. المصدر معانا كان من صدى البلد المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني بكل بساطة نعرف من هذه المعلومات أو من هذه الأخبار أن الرئيس السيسي بيسعى الآن لحل هذه القضية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، أن مصر بالنسبة فعلاً للقوانين الدولية مصر عندها فقر مائي شديد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. والرئيس السيسي الآن في بلجيكا، وعلى أولويات المناقشات بتاعة الرئيس هي ملف سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق وننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تفاصيل قيام مصر بمنع دخول الطيور الحية من كافة منافذ البلاد. ذكر مصدر مطلع أن مجلس الوزراء المصري اتخذ قرارا جديدا بمنع دخول الطيور الحية من كافة المنافذ. والمصدر قال إن في توجيها حكوميا بمنع دخول الطيور الحية بكل أنواعها خلال هذه الفترة من مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية. المصدر معنا كان من القاهرة 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وننتقل مع بعض الخبر آخر وبالتفاصيل. ليفربول يتغزل في صلاح بعبارة باللغة العربية بعد تألقه في مباراة انتر ميلان وليفربول. وأشاد نادي ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح بعد مساهمته في فوز الريدز على مضيفه انتر ميلان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللغة العربية على تويتر نشرت صورة لصلاح بعد مباراة انتر وأرفقتها بعبارة ثق في صلاح تجد الفلاح. وكان صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 ليساهم في فوزه على انتر بهدفين دون رد، وهذا الهدف هو الثامن لصلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أنه هو الأول للفرعون المصري منذ عودته للريدز بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي وصل فيها رفاق صلاح إلى المباراة النهائية قبل أن يخسروا بركلات الترجيح أمام السنغال. نشير إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال. المصدر معانا كان من RT. نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لابن مصر ونجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح. فعلا ثق في صلاح تجد الفلاح، وربنا يحفظه رب ويحميه لمصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وداعية إسلامي المبروك عطية، كلامك أخطر من المهرجانات. عاوزين نعرف مين الداعية الإسلامي ده، وليه يعني وجه رسالة للدكتور مبروك عطية بأن كلامه يعني أخطر من المهرجانات. عاوزين نعرف. والشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف هاجم مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بسبب احتواء فيديوهاته على بعض الألفاظ الخارجة عن الأدب. وقال خالد الجمل أن تلك الألفاظ يجب أن لا ينطقها شخص عادي فضلا عن عالم أزهري. وأضاف الداعية الإسلامي على فيسبوك: عندما يتكلم الداعية كما يتكلم الأشخاص يعني الغير موفقين في الكلام. وتابع قائلا: أرسل لي أحد الأصدقاء المتابعين لصفحتي الرسمية فيديو أكاد لا أصدق ما سمعته فيه إلا عندما شاهدته بعيني، حيث قال الدكتور دماغ دين في الظهر اللي ما صلهوش. وصرح الداعية الإسلامي بأن الشيخ مبروك عطية أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر خرج في بث مباشر على صفحته الرسمية ليتكلم عن الزوج وزوجته العاملة ومدى تأثير ذلك على بيته، بينما وهو بيشرح ما يقوله إذا به ينطق بكلمة لم أكن أتصور أن أسمعها من شيخ أو داعية أو حتى مجرد متدين، فما بالك بمن يفترض في نفسه أنه أعلم العلماء وجهبذ الفقهاء في عصره. وتساءل قائلا: هل أصبحت تصريحات وأفعال بل وفتاوى الدكتور مبروك أشد خطورة على المجتمع من أغاني المهرجانات التي يرد فيها كلام وأفعال لا تليق بمجتمعنا وأخلاقنا؟ وأفاد بأن جملة كتلك التي قالها الشيخ مبروك عطية على الملأ والتي لم أجرؤ أن أكتبها كاملة كما هي حتى على سبيل نقلها توقيرا وتعظيما لدين الله وآياته، واكتفيت بذكرها ناقصة. أعتقد أن الجميع قد عرفها،
فهذه الجملة كما يعلم الجميع تقال بهذا الشكل وبهذه الطريقة في المشاحنات والمعارك بين السوق والدهماء من الناس، ويظهر فيها من الاستهزاء والاستهانة والتقليل من توقير وإجلال دين الله وشعائر الله ما يوجب الحساب والتحقيق، وذلك أن المتكلم هو أحد أبرز المتكلمين في الشأن الديني الإسلامي. المصدر معنا كان من موقع القاهرة 24. يعني عاوز أقول حاجة، هذا طبعا يعني كلام الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف. أنا عاوز أقول حاجة يعني بسيطة وصغيرة. هو الدكتور مبروك عطية طبعا يعني عالم كبير وراجل محترم، ولكن ساعات يعني بتطلع منه حاجات كده بينفعل شوية على لو حد بيسأله مثلا، أو بينفعل في طرحه للمناقشات، أو وهو بيتكلم في موضوع معين ممكن يتعصب شوية أو يعني يكون حاد في كلامه. فحتى كان من فترة يعني أحد الإعلاميين كان مستضيفه في برنامجه، والرئيس السيسي يعني وجه نصيحة للدكتور مبروك عطية وقال له يعني حاول، فيما معناه يعني حاول يكون أسلوبك مش حاد شوية، خلي أسلوبك يعني لين وطيب. هو بس دي مشكلة الدكتور مبروك عطية، ولكن هو عالم كبير وراجل محترم جدا وأنا بحب أسمع له، ولكن ليه بعض التاتشات كده اللي هي يعني ناخد بالنا منها بس شوية. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الدكتور مبروك عطية ده أنا بحبه جدا، وليه بعض الدروس وليه بعض يعني المناقشات المهمة جدا اللي بتفيد المجتمع، ولكن زي ما قلت يعني هو يخفف من النبرة بتاعته أو الحدة اللي في كلامه عشان ما حدش يعني يوجه له أي انتقاد. وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى والأول مرة، تدريس اللغة الروسية في المدارس المصرية رسميا. كشف المعيد بكلية الألسن في جامعة عين شمس في مصر محمد إسماعيل اعتماد خطة منهج تدريس اللغة الروسية في المدرسة المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر. وقال إسماعيل في تصريحات صحيفة RT إنه تم اعتماد خطة منهج للغة الروسية التي قام بوضعها من وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي لتدريس اللغة الروسية في المدرسة المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبع بجمهورية مصر العربية. وتابع: أتمنى أن تعمم التجربة وتدرج اللغة الروسية ضمن اللغات الأجنبية إلى جانب الألمانية والفرنسية والإيطالية في جميع المراحل التعليمية والثانوية العامة. ووفقا لما نشره فقد تم وضع الخطة لتدريس اللغة الروسية من الصف الأول حتى الخامس، حيث تبدأ الخطة بتدريس الحروف الروسية ثم معرفة الحروف الساكنة والمتحركة وحرفي التفخيم والترقيق، بالإضافة إلى تعليم الحالات الإعرابية في اللغة الروسية. وهيتضمن الخطة تعاليم الصوتيات في اللغة الروسية التي تعد من الأساسيات في تعليم اللغة، بالإضافة إلى معرفة أفعال الحركة، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى مثل اسم الفاعل والمفعول واسم الحال وغيرها من الأفعال والحالات التي تتميز بها اللغة الروسية. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.